للإجابة على هذا التساؤل ومتابعة تلك الانتخابات، أجدد التحية بضيفي هنا الكاتب والباحث جلال ورقي، وكذلك بالباحث في الشؤون الأمريكية دكتور محمد عويس معي من واشنطن. دكتور عويس أرحب بك. حتى الآن هل يعني هناك أي مؤشرات أولية على الأقل من خلال نسب التصويت التي تمت فعلا في ولايات معينة، الحديث عن احتمالات الفوز للجمهوريين أو الديمقراطيين؟ اولا يعني احتمال الفوز ما زلنا يعني في بداية النهار هنا، يعني يجب الأخذ بعين الاعتبار ان كاليفورنيا الآن في واشنطن عندنا الساعة 12 وثلث، اما في كاليفورنيا فهي 9 وثلث، فما زلنا في بداية التصويت. ولكن حسب التقارير التي يعني نشاهدها على شاشات التلفزة الأمريكية ان الأعداد تعتبر عالية جدا مقارنة بالانتخابات الماضية، فلذلك ظاهر ان الطرفان الجمهوري والديمقراطي استطاعوا تهجيش تابعين لهم او مناصريهم ومحاسبيهم. الأعداد دكتور محمد تقصد الإقبال، يعني الإقبال حتى الآن في الولايات التي فتحت أبواب مراكز الاقتراع الإقبال فيها كثيف. نعم، حتى عالي جدا في مناطق ارتفع بنسبة 700%، يعني فمعنى ذلك ان يعني النتيجة ستكون بأرقام عالية. يعني دعني اقول انه في الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية كان هناك 123 مليون ناخب أمريكي صوتوا، من الممكن ان يكون هناك اكثر من 140 مليون ناخب أمريكي في هذه الانتخابات، وذلك بسبب التهجيش الذي حدث وبسبب عدم رضا كثير من الديمقراطيين الذين لم يصوتوا في الانتخابات الرئاسية في سنة 2016. فهذا من الممكن أن يعطي أملا للديمقراطيين أن يصلوا على الأقل إلى الهيمنة والسيطرة على مجلس النواب الكونغرس الأمريكي وليس مجلس الشيوخ، لأنه أنا برأيي سيكون من الصعب جدا على الديمقراطيون أن يسيطروا على مجلس الشيوخ بسبب التركيبة السكانية الأمريكية، وبسبب يعني إذا عندك وقت أشرحها بسرعة. سأعود لك لكن أخذ مداخلة من ضيفي هنا في الاستوديو. كيف تنظر جلال لأهمية هذه الانتخابات وللأسباب التي تجعل فعلا الديمقراطيين يندفعون إلى مراكز الاقتراع حسب ما يعني من كلام الدكتور محمد عويس ربما لتصحيح خطأ ارتكبوه بعدم التصويت في انتخابات ترامب؟ نعم بالتأكيد هو هذا، ولذلك هو فعلا تحدي للديمقراطيين، لأنه سيؤشر جمال على حتى الاستحقاقات الانتخابية القادمة، والديمقراطيين يعتبرون ويفسرون جزء من هزيمتهم في المرة الماضية بأن أنصار التيار الحزب الديمقراطي لم يعني يقبلوا على الانتخابات وعلى التصويت بشكل كبير، وهذه المرة عليهم أن يعني يرفعوا التحدي من أجل يتهاولوا. أن يرجحوا الكفة وعلى الأقل يستعيدوا مثل ما أشار الأستاذ عويس مجلس النواب. هنالك استطلاعات رأي سبقت بداية التصويت رجحت أن ينجح الديمقراطيون في أن يعني يستعيدوا إحدى الغرفتين خاصة مجلس النواب، بل قد يستعيدوها ب يعني أغلبية مريحة. ولكن أيضا المفاجآت واردة، يعني سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، خاصة في ظل الشعبوية التيار الشعبوي وعملية التحشيد التي يقوم بها ترامب، وهذا الصعود اللافت في العالم التيار الشعبوي يمكن أن يحدث مفاجأة غير متوقع، ولا تستطيع لا استطاعات الرأي ولا غيرها أن تتنبأ به. دكتور محمد، الناخب الأمريكي وأنت في أمريكا، يعني ما الذي يهتم به ليحدد اليوم الشخص الذي سيمثله في مجلس النواب والشخص الذي سيمثله في مجلس الكونغرس، إذا كانت كثير من المعلومات الاقتصادية تتحدث عن نجاح اقتصادي لترامب حتى الآن في رئاسته؟ هناك مقولة باللغة الإنجليزية تقول all politics are domestic، يعني كل السياسة هي سياسة داخلية. وردا على سؤالك، ما يهم الناخب الأمريكي هو السياسة الداخلية وليس السياسة الخارجية، مع العلم أن الرئيس الأمريكي ترامب يستعمل السياسة الخارجية
لتشجيش ولنهجه الشعبوي من أجل التحريض. هو ليس على الدول الخارجية، ولكن هو يحاول بطريق غير مباشر أن يحرض ضد المسلمون والأمريكيين من أصول إفريقية والأمريكيين من أصول لاتينية من جنوب أمريكا ووسط أمريكا. لذلك دعني أقول هنا وأريد أن أشرح هذه بسرعة. تفضل. إمكانية فوز الحزب الديمقراطي في الكونغرس، أن تكون لهم الأغلبية في الكونغرس، ممكنة بسبب القانون الأمريكي الذي يعطي التمثيل في داخل الكونغرس الأمريكي لنسبة عدد السكان، ويكون الممثلون يمثلون نسبة عدد السكان في الولايات. لذلك ترى أن عدد الممثلين داخل الكونغرس هم 435. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ الأمريكي، دعني يعني قبل أن أنتقل أقول أن الأغلبية السكانية في أمريكا أصبحت تقريبا ديمقراطية أو لا تحبذ بقاء الرئيس الأمريكي في السلطة. إذا كسيف، كيف سيعنك هذا على 35 مقعد في مجلس الشيوخ التي يتم التنافس عليها؟ نعم، هذه ممكنة خاصة في الولايات الشمالية، مثلا ميشيغان، نيويورك، ويسكونسن، وبنسلفانيا. وعلينا أن نتذكر أن كاليفورنيا كذلك هي أكبر الولايات الأمريكية بعدد السكان، ونيويورك هي ثاني أكبر ولاية، وهناك فلوريدا. طيب. وتكساس. تكساس من الصعب أن يستطيعوا الهيمنة هناك بسبب أن تكساس يمينية وفي معظم الأحيان يمينية يعني متطرفة. أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، اتفاق الوحدة أو الفيدرالية بين الولايات المتحدة الأمريكية هو أن مهما كان عدد سكان الولاية لها حق باثنين من أعضاء مجلس الشيوخ. فلذلك هناك، وهذا ما يركز عليه اليمين المتطرف الجمهوري، على الولايات الصغيرة التي أغلبيتها من البيض. طيب. ويحصلون عادة معظم الولايات الجنوبية الشرقية ووسط أمريكا هم ولايات صغيرة عدد سكانها لا يتعدى 3 مليون، مقارنة بكاليفورنيا. مثلا كاليفورنيا 48 مليون أمريكي في كاليفورنيا، لهم اثنان من أعضاء الكونغرس. وولاية ساوث كارولينا مثلا 3 مليون، لهم اثنين من أعضاء الكونغرس. إذا هذا توزيع غير منصف يعني نظريا، هذا واضح جدا ولن يصب في مصلحة الديمقراطيين. إذا سؤالي الأخير لك دكتور محمد، إذا أخذنا باستطلاعات الرأي الموجودة أمامي حتى الآن، يعني معظم الاستطلاعات تعطي الديمقراطيين أغلبية في النواب، 80% احتمال أن يفوز الديمقراطيون في مجلس النواب، و 20% احتمال أن يفوزوا العكس يعني في الكونغرس. إذا لنتوقع أن يبقى، أن يتحول النواب إلى أغلبية ديمقراطية ويبقى الكونغرس أو مجلس الشيوخ كما هو، ما تأثير ذلك على ترامب؟ سيؤثر كثيرا على ترامب، خاصة أن أي قانون يعني يحاول تمريره داخل الكونغرس يجب أن يكون القانون أولا يكون في الكونغرس الأمريكي مجلس النواب، وبعد ذلك يصوت عليه مجلس الشيوخ. من هنا يأتي أنه لو صوت بسبب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، صوت على مشروع قانون أو تعطيل مشروع قانون للرئيس، سيذهب إلى مجلس الشيوخ وهناك سيعطل هذا الموضوع. لكن يذهب يعني تذهب الإدارة الطرفان، يعني الأغلبية في الكونغرس والأغلبية في مجلس الشيوخ، ويجتمعوا للاتفاق على حل الإشكال، وإلا سيبقى المشروع القرار معطل. ومن هنا سيستطيع الحزب الديمقراطي بسبب وجوده داخل بأغلبية داخل مجلس النواب، سيستطيع تعطيل مشاريع ومغامرات الرئيس ترامب. وكذلك يعني أنتم ذكرتم بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، أبدا الاقتصاد الأمريكي ليس بالصحة وعافية. الرئيس الأمريكي، دعني أقول أن وول ستريت وهو سوق الأسهم الأمريكية، نعم، ولكن الذين يستفيدون من سوق الأسهم الأمريكية هم المضاربون من أصدقاء ترامب والمتمولون الذين يستفيدون من مشاريعه الحكومية. شكرا. التي الآن إذا استطاع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب سيعطل قدرة الرئيس على يعني رش الأموال على هؤلاء وإعطائهم يعني إعفاءات ضريبية تجعلهم يخاطرون في سوق الأسهم،
ويرتفع سوق الأسهم بدون أن يرتفع مستوى الحياة للمواطن الأمريكي العادي الذي ليس له علاقة بالسياسة. شكرا لك دكتور محمد عويس الكاتب والباحث في الشؤون الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. جلال، كيف تنظر لهذه الاحتمالات حتى الآن التي تعطي الديمقراطيين أغلبية في مجلس النواب فيما ستبقى الأغلبية على حالها في الكونغرس؟ هل توافق الدكتور عويس بأن هذا سيجعل مهمة الرئيس ترامب في تمرير أي تعديلات صعبة جدا؟ نعم، وهذا هو الرهان جمال. يعني تقريبا الحزب الديمقراطي رهانه الأساسي اليوم هو أن يستطيع أن يكبح جماح إدارة الرئيس ترامب في سياساتها الداخلية والخارجية من خلال تعطيل الكثير من القوانين وتعطيل الكثير من السياسات، مراهنين في ذلك على أن شعبية ترامب تتآكل بتصرفاته وب يعني ما يبديه من مواقف يعني مثيرة للجدل ومثيرة للغضب حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، سواء ضد المسلمين سواء ضد اليهود، أخيرا عندما تحدث بطريقة شعبوية تعليقا على حادثة الاعتداء على السيناغوغ اليهودي. وبالتالي هم يراهنون على ربح الوقت من أجل مثل ما قالوا تخفيف أكثر ما يمكن من الأضرار وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ولكن يعني لم يستطيعوا بهذه الأغلبية في النواب فقط أن يبدأوا بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي ترامب. تقديري أنه هذا غير يعني هذا مستبعد تماما، هو مطروح ولكنه مستبعد في ظل أن لا موازين القوة ولا أيضا هنالك يعني اندفاع حقيقي من الديمقراطيين للذهاب إلى هذه النقطة التصعيدية، وإنما كل ما في الأمر هنالك رهان على إضعاف دونالد ترامب وصولا للانتخابات القادمة من أجل الحاق الهزيمة به وتقويض فرصه وحظوظه في التجديد عبر ولاية جديدة. شكرا لك جلال ورغي الكاتب والباحث.